بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي حضورنا الكرام، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معنا في هذه الأمسية. أود فقط الترحيب بالسيد عبد القادر من دعماش، رئيس المجلس الأعلى للآداب والفنون. مرحبا بك سيدي. أرحب أيضا برئيس جمعية ابن باجة، مرحبا بك. نرحب أيضا بالشيخ تواتي باينين، بكل الفنانين اللي راهم حاضرين معنا اليوم، مرحبا بكم مرة أخرى. طبعا في إطار الاحتفاء بخمسينية الاستقلال وبمناسبة الاحتفال بشهر التراث الثقافي المادي واللامادي، تنظم دار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي بالتنسيق مع الجمعية الثقافية وشاح الأندلس لولاية مستغانم أياما دراسية حول الشعر الملحون تحت شعار الملحون أصالة وتواصل. البرنامج هذا انطلق من 5 أفريل 2013 إلى غاية إن شاء الله 8 ماي 2013 اللي راح يكون مع احتفالية 8 ماي 1945. والبرنامج أيضا كان فيه عدة محاضرات، إلقاءات شعرية، أيضا كان فيه أيضا حفلات فنية. واليوم راح عندنا محاضرة للأستاذ حميدية محمد. الأستاذ حميدية محمد هو أستاذ رياضيات بثانوية زروقي، أيضا هو أستاذ في الموسيقى الأندلسية وباحث في التراث، يعني موسيقار 100%. راح يقدم لنا محاضرة تحت عنوان طريقة أداء الاستخبار شعرا وموسيقيا. مشاهدة طيبة. بسم الله والحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أرحب بالجميع وأتمنى أن لا أقصر في هذا الموضوع، فإن كان الخطأ فمن الله العفو منكم، وإن كان الصواب فمن الله. إذن كما اعتدنا أن لا أطيل في الكلام حتى تكون فرصة أخرى لزملائي. اخترت هذا المرة موضوع حساس في الموسيقى الشعبية، في الموسيقى الشعبية والأندلسية، الذي هو موضوعه الاستخبار. إذن كما يعلم العام والخاص، الاستخبار في الحقيقة كلمة مشتقة من خبر، يعني هو تلك المقطوعة التي يؤديها العازف أو المغني ليخبر المنصت أو الجمهور بأي طبع سيلقي الأداء. في البدء اخترت مثال كما تشاهدون على الشاشة، هو استخبار رمل المايا على آلة الجيتار، يقدمها من أداء الشيخ محمد الصغير عوالي، نسميه محلعمة، هو محمد الصغير رحمه الله. فلننصت كيف يؤدها الاستخبار، ثم يكون هناك تعليق وتفصيل وتعريف فيما بعد. إذن يبتدئ الاستخبار بالمطلع الذي يؤدى كما يلي: إلا ما كاش الصوت. أعيدوا. إذن مطلع رمل المايا. Thank you.
إذا كان هذا مطلع من المايا يليه كما تشاهدون على الشاشة البيت الأول الذي يؤدى بهذا الشكل. يليه البيت الثاني الذي يعزف كما يلي. واخيرا تلي هذه الاقسام ما يسمى بالختام او القفله. كان هذا الذي استمعتم تقطيع من المايا إلى 4 تقاطع. بعد ذلك حتى يتسنى للجميع العام والخاص فهم معنى استخبار، هذا الذي سمعناه كان البنية الموسيقية للاستخبار، يعني كيف يعزف الاستخبار. الآن نتكلم على كيف يغنى ويعزف الاستخبار ثم نستخرج القواعد. إذن المثال الثاني الذي اخترته كما ترون إنه استخبار دائما رمل المايا من أداء المرحوم الشيخ عبد الكريم دالي. إذن ها هو النص الذي ستستمعون إليه، لا بأس أن أذكر بقراءته. أشكو الغرام وأنت عني غافل، ويجد بوجدي وطرفك هازل، ويا بدر كم سهرت عليك النواظر، ويا غصن كم ناحت عليك البلابل. إذا تلاحظون أن هذا البيتان فصيحان، يعني مأخوذان من قصيدة فصيحة التي تسمى القصيدة العمودية. كيف شؤدى؟ إذا رأينا الشعر كيف شؤدى هذا الشعر غنائيا. إذا ما هو مطلع هذا الاستخبار؟ مطلع الشيء كما يعلم الجميع، مطلع الشيء هو بدايته، كما نقول مطلع الإسلام يعني في بداية الإسلام. إذا مطلع الشيء هو الشيء الذي يبدأ به، مطلع الفجر، مطلع الشمس إلى آخره. إذا مطلعه هو هذا المتبقي على الشاشة، يعني أشكو الغرام وأنت عني غافل. هذا الشطر يسمى المطلع، وليس كما يقول البعض نطلع، لا، المطلع هو البداية التي يبتدئ بها كل شيء. إذا أشكو الغرام وأنت عني غافل هو مطلع الاستخبار. الآن قبل ما يبدأ المغني استخبار سواء كان في الأندلسي أو الشعبي، نعطيه تفريشة اللي هو الاستخبار، نبين واش من طبع راني. إذا كما تشاهدون Thank you.
عيشة هي ذلك المقطوع، تلك المقطوعة الموسيقية الصامتة التي تسبق الأداء الحلقي فوكال. إذا نبدأ في المطلع. أشكو الغرام وأنت عني غافل. إذن يلي بعد ذلك الجواب تاع المطلع، يعني الذي غناه الشيخ يجب أن أؤديه بالآلة. إذن كان هذا المطلع. ننتقل الآن إلى البيت الأول، كما تدل عليه التسمية البيت الأول هو الشطر الأول والشطر الثاني، يعني أشكو الغرام وأنت عني غافل ويجد بوجدي وطرفك هازل، وهذا كله يسمى البيت الأول. كيف يؤدى؟ بعدما استمعنا إلى جواب المطلع نسمع إلى البيت الأول. أشكو الغرام وأنت عني غافل ويجد بوجدي وطرفك هازل. هنا بعد هذا الغناء الحلقي يأتي إما جواب ولا تفريشة للبيت الثاني، نستمع إليه. يأتي بعد هذا الجواب البيت الثاني، إذا البيت الثاني هو ما تبقى من الاستخبار. ننصت إلى كيفية الأداء. عليك البلابل. إذن انتهى الاستخبار، فيجب أن نشير إلى انتهائه بما يسمى بالقفلة، القفل أو القفلة أو الخرجة. ما هي هذه القفلة؟ هو نعود الاستخبار تاعنا هو لا القفلة هو الذي يتبقى، يعني آخر شطر في الاستخبار. إذا كان فيه 4 5 إذن آخر، مش آخر بيت، آخر شطر. وعادة ما يغنى ببداية آه، فلننصت. ويغسلك من حد عليك البلابل. إذن كما لاحظتم أننا استهلنا باستخبار من حيث البنية الموسيقية التي سمعنا كيفاش أداه المرحوم
محمد صغير رحمه الله، وسمعنا كذلك إلى كيف يؤدى حلقا وموسيقيا من طرف الشيخ عبد الكريم الداري رحمه الله. الآن نشرح في الموضوع تاعنا، إذا الموضوع هذا وغادي نبدأ. مازال كانت هذه مقدمة أو تسخين العضلات، ولكن ما يقولوا باش نشهيكم. إذا الموضوع سيكون استخبار على النقاط التالية. نتطرق إلى تعريف الاستخبار أولا، يليه أقسام الاستخبار،